ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة الطاقة والبترول. يعني بعد التحية دكتور، لو نتحدث عن المشروع أو النموذج الذي أبهر العالم، هو محطة الضبعة النووية كنموذج للحفاظ على البيئة. هو الحقيقة بعد إذن حضرتك ما أتكلم عن مشروع الضبعة، خليني أتكلم عن المؤتمر بشكل عام، لأنه هو الكوب 27 مؤتمر تاريخي كما وصفه العديد من الخبراء والمتخصصين. بالفعل. وهذا الوصف لم يأتي من فراغ، ولكن الحقيقة بسبب عوامل عديدة نذكر منها طبعا التنظيم المثالي الرائع للمؤتمر في مدينة رائعة وهي شرم الشيخ. نمرة اثنين، جدية المناقشات وأهميتها والالتزام اللي أدته العديد من الدول، لأنه كان في آخر مؤتمر في جلاسكو وكان في توصيات، والحقيقة في العديد من الدول لم تلتزم بها، لذلك كان هناك جدية في المناقشات وأدت الدول التزام بكل توصيات هذا المؤتمر. النقطة الثالثة الحقيقة الثقة السياسي لممثلي دول العالم المشاركة في المؤتمر. ثم أخيرا يأتي هذا المؤتمر متزامنا مع أحداث عالمية أثرت على المشهد السياسي وجاءت في صالح المؤتمر. ليه؟ لأنه أهم حدث الآن هو الحرب الروسية الأوكرانية. بالفعل. وتداعياتها، ويأتي على رأسها طبعا أزمة الطاقة العالمية. لذلك يندفع العالم بشدة للبحث عن مصادر بديلة للوقود الأحفوري الذي يسبب الانبعاثات الضارة والخطيرة على البيئة، وتتدرج خطورة نتائج احتراق طبعا مشتقات هذا الوقود بدءا بالفحم الأكثر خطورة، مرورا بالمشتقات السائلة، وانتهاءا بالغاز الطبيعي الأقل ضررا والأكثر استخداما بفضل الله في مصر. استفادت مصر أيضا من انعقاد هذا المؤتمر استفادة كبيرة جدا، لأنه حضر هذا المؤتمر العديد من الشركات العالمية التي أجرت أبحاث عديدة في مجال التحول لاستخدام الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. طبعا ده عزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، لأنها وقعت اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة إجمالية قدرها 33 مليار دولار، كان آخرها مع شركة ميرسك لإنتاج 2 مليون طن من الوقود النظيف سنويا. والأهم من ذلك بقى أنه تم إطلاق مصر وبلجيكا المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد الذي يهدف لإنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، وده امتداد إن شاء الله لمنتدى غاز الشرق المتوسط اللي بدأت فعالياته من 2014 وتم الإعلان عنه في 2019. نيجي بقى حضرتك لموضوع الطاقة النظيفة ومحطة الضبعة الذي يثبت أن مصر لا تقوم بقرارات انفعالية ولكن وفق خطة مدروسة. فمحطة الضبعة بدأت مرحلتها التحضيرية في ديسمبر 2017، يعني ما فكرناش في كده زي ما فكرت مثلا فرنسا، رغم فرنسا كانت في جلاسكو قالت ان هي هتتخلص من محطات الطاقة النووية بعد احتياجاتها قررت الرجوع اليها. لا، احنا بنحط خطة مدروسة لتنويع مصادر الطاقة والاتجاه للطاقة النظيفة. فبدأت التفكير في محطة الضبعة في ديسمبر 2017، وبإذن الله هتستلمه في 2026، وتم استخدام أعلى احتياطات الأمان الموجودة في العالم. استثمارات محطة الضبعة بتبلغ قيمتها 29 مليار دولار لإنشاء أربع مفاعلات سعة كل منها 1200 ميجا، بما يعادل 90% مما يوفره السد العالي. لو ذكرنا أيضا ما تملكه مصر من طاقة نظيفة،
يجب أن نشير لأكبر محطة لإنتاج طاقة شمسية في العالم، وهي محطة بنبان في أسوان اللي بتستهدف توليد 752 ميجا. كل ما سبق يأتي في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، لذلك يجب أن تكون مصر قاطرة إفريقيا في التحول الطاقي للطاقة النظيفة. وكان لثقل مصر أيضا أن هي استطاعت أو أسندت إليها الأمم المتحدة تنظيم هذا المؤتمر COP27. يعني لو هستغل وجود حضرتك، أنا محتاجة نشرح بشكل بسيط للمشاهد البسيط ما هو الهيدروجين الأخضر، كيف تتولد الطاقة عبر الهيدروجين الأخضر؟ طبعا لن ندخل في تفاصيل كيميائية عميقة، ولكن بشكل مبسط ما يتم أخذه من الطبيعة، من الهواء الجوي بتقنيات معينة، لذلك بنقول عليها طاقة مستدامة اللي مش هتخلص. فبتأخذ عناصر، طبعا احنا عارفين الهواء الجوي في هيدروجين وفي اكسجين وفي كربون دايوكسيد اللي طبعا العالم كله عايز يتخلص منه او جازيله بشكل عام، هو نوع من استخلاص طبعا الهيدروجين او عنصر الهيدروجين من الهواء الجوي بتكنولوجيا معينه معقده الى حد ما، لانه ايضا يجب ان نشير الى ان هناك ابحاث كثيره جدا بهذا الخصوص لاستخلاص الهيدروجين الاخضر باقل تكلفه او اقل استثمارات. ايضا يجب ان نشير للامونيا الخضراء اللي بيدخل فيها النيتروجين، وبرضه النيتروجين بنجيبه من الهواء الجوي. باختصار شديد هو اتجاه العالم لاستخدام مصادر جديدة للطاقة من الطبيعة، وهذه المصادر لم تنضب بمرور الزمن. مثل الهواء أو مكونات الهواء. بالضبط. يعني كيف تقيم وعود الدول وبخاصة الدول الصناعية الكبرى بشأن تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وخاصة أن هناك دول عادت مرة أخرى لاستخدام الفحم لإنتاج الطاقة؟ هو دي نقطة مهمة جدا حضرتك أثرت فيها. يجب أن يكون هناك التزام أخلاقي من الدول الصناعية الكبرى، لأن الدول الصناعية الكبرى بتنظر إلى مصالحها وتغض الطرف عن مصالح الآخرين. بمعنى أنا هدي لحضرتك مثال يبين من يقوم بتلويث الهواء في محيط الكرة الأرضية. احنا العالم كله بيستهلك ما يوازي 400 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية. الولايات المتحدة بتستهلك منها حوالي 100 كوادريليون. مصر وهي من أهم الدول الأفريقية اللي عددها يفوق 100 مليون بنستهلك 4 فقط، 4 كوادريليون. إذا من يقوم بعمل الانبعاثات الضارة طبعا والوقود المستخدم الآن على مستوى العالم بنسبة 96% هو الوقود الأحفوري. فمن يقوم بالانبعاثات الضارة هي الدول الغنية، هي الدول التي تستفيد من ذلك وتنمي اقتصادياتها على حساب الدول وخاصة الدول الإفريقية، لأنه مستوى المعيشة في معظم الدول الإفريقية مستوى متدني للغاية وهي الأكثر تضررا. وفي نفس الوقت إفريقيا أو القارة السمراء هي أكثر القارات التي تتمتع بجو مثالي لتوفير الطاقة الشمسية وإنشاء محطات الطاقة الشمسية. لذلك يجب أن نشير إلى أنه يجب أن يكون هناك التزام أخلاقي على الدول الصناعية الكبرى والدول الغنية أن تلتزم به، وهو مساعدة الدول الأفريقية اللي تعرضت لأخطار الانبعاثات الضارة مع أنها أقل القارات المستهلكة للوقود الأحفوري. ويجب أن تكون مصر قاطرة إفريقيا حول استخدامات الطاقة النظيفة بما لديها من خبرات
في هذا المجال، خاصة توليد الطاقة الشمسية والطاقة المائية. يعني أخيرا دكتور، لو تساءلنا في سؤال يحمل في طياته الكثير من الإجابات، هل إذا تحولت الدول الصناعية الكبرى إلى الأخضر أو إلى الطاقة النظيفة أو المتجددة أو الخضراء، هل هذا سيؤثر على اقتصاد الدول الصناعية الكبرى بالسلب؟ هو الحقيقة sooner or later أو آجلا أو عاجلا، طبقا لتصريحات الوكالة الدولية للطاقة، أنه بحلول 2050 سوف تنضب أو تنفذ مشتقات الوقود الأحفوري في العالم كله. يعني قدامنا حوالي 30 أو 40 سنة على الأكثر، ويجب أن يجد العالم مصادر جديدة للطاقة. طبعا لن يغير بالسلب على الإطلاق، لأنه هيبقى فيه تحول تدريجي من استخدام الوقود الأحفوري إلى استخدام الطاقة النظيفة. إذا لن تتوقف مصانع، لأنه مش هيجي بين يوم وليلة يتم هذا الاستبدال، زي ما احنا عندنا مثلا في مصر حولنا السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار. ده بيتم تدريجيا، بنعمل 750 ألف سيارة ثم نضاعفهم ثم نزيدهم بنسب متدرجة حتى نستغني عن استخدام البنزين والسولار. العالم مش يجب، سوف يضطر لعمل ذلك، ولكن بنوع من التدرج. لن يتأثر الاقتصاد العالمي على الإطلاق، ولكن هيكون في استثمارات ضخمة جدا لكي يتم هذا التحول. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة. الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، كنت معنا عبر الهاتف.